يلا بقى يا جوني اخرج، هتجنن واشوفك بالطقم الجديد. I swear انت لو ما خرجتش انا هدخلك. خلاص انا طالع اهو، بس غمضوا عليكم. جوني اخرج بقى. جوني من البلد دي، ريلي من البلد دي، بلد ابويا وجد جدي. او ماي جاد، تصور مع نفسك فور سكند، شكلك اكستريملي كول. ريلي جوني انت عارفني ما بحبش المبالغه، شكلك كده فعلا بقى سعيدي سعيدي. ممكن بقى تفككم الكلام ده عشان احنا اوريدي متاخرين. طيب قول لنا ورانا ايه. اوكي الساعه 10 هنروح عند ابو حماده البيت عشان عندهم ايفنت مهم. اوكي الساعه 12 هنروح نزور مدرسه المزاريطه الابتدائيه. الساعه 2 في طقس اسمه حنه بيعملوه البنات، هنروح نحضره. اوكي استعدنا عشاء بالله، ليتس جو ليتس جو. الوكل يا ست الناس. خش شوف يا فزاع، ده اديله اكتر من 24 ساعه على الحال ده وما دكش الزاد يا كبدي، وانا خايفه لا يجرى له حاجه، والنبي تخش له ده بيحبك وهيسمع كلامك. اطمن يا ست الكل، الموضوع ده هم اللي هو ليله. سو كيوت، جبت لك احسن فرسه في الناحيه كلاتها، فرسه تليك بالعمده الدديد. لا 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 لا، ما ينفعش اركبها، مش طالبه مخمضه، انا لسه فاتر فروت سالاد، مش هينفع. بعدين انا لابس جلابيه، ده هيجيب لي تسلخات. طب امر يا سيدوني، كله مودود، حمار، بغل، دمل، دموسي. هو لازم العمده يركب حيوان؟ ايوه. الحاجه اللي طلبتها منك وصلت؟ من 6 الصبح. I love this song. بتعدي في حته نهارتي بيتقطع من حته لحد 6. فين الحاجه؟ اهي بقى، تعالى عليكم يا كبير. باي. ايه هنقلبوها مناحي ولا ايه؟ ما خلاص يا كبير، اللي حصل حصل، ياما دكت على الراس طبول. لا هتقعد كأنك في ميتم. خد نصيحه مني يا كبير، كبر الجيه وروق الديه. ولا ايه اللي هقول لك ولا ايه؟ بس تعرف يا كبير الموضوع يعني يكدر ويزعل. قاعد لميك ولا عليك نقول لك عين اصفرك، ده يقول لك انا اخوك. لو ايه ده ياخد اللي وراك واللي قدامك وفاقيه من عمودية كمان يسيبك كده، لا حول ليك ولا قوة. طب هتعمل ايه؟ هتقعد تعجن وتخبز مع الحليم؟ بص يا باشمهندس، عاوز بيتي يكون بيعبر عن شخصيتي، زي تاتوهاتي يعني. بص هنا جوني، بص مكتوبه ازاي، بص ليبرتيتي الخراطيش، يعني رجل شرقي مصري، حتى الصميم فاهمني. انا عايز بيتي يبقى كده، عايز الجيم يبقى الستايل بتاعه كده، عايز حمام السباحه يبقى هنا شرقي برضو، يعني مثلا ممكن اعمله ارابيسك. مش غريبه شويه؟ غريبه شويه ليه؟ انت ليه تقليدي؟ عايزك تتجنن، اتجنن معايا يا اخي شويه، مش ممكن قفلني. معلش اتجنن. ممكن نعمل برضو اقول لك العوامات مثلا على شكل قرص الجله. جله او طعميه واتيفر، يعني اي حاجه، اي قرص. ممكن يبقى مثلا في قدرة عايمه في البول، يعني جو شرقي. هو بتعمل ايه يا جزمة انت؟ وهو هم التمثال يا ولد. اهدى بس يا كبير، انا هفهمك. لا تفهمني ولا نيله، لم المقاطيع دول واطلع يا اما اعتقكم بالنار. لا ده مش حقك، مش حقك. انا ليا نص الدوار ده بالظبط، سيب الناس تشوف شغلها. ماشي يا بسكويتي. فيري ويرد. المهم عايزين نعمل البول. يلا يا مناديع يا ولاد المناديع. احنا هنعاود نسيطر على البلد من تاني، وهنبدا من هنا الدوار الكبير اللي ما حدش هيقدر يهوب نواحيه واصل، مش الكبير اللي هيتلطخ على قفاه ويسكت.
احنا هنضربه وضربتنا هتكون قوية وبقبضة من حديد. بقبضة من ايه؟ حديد يا كبير. ما بتردش دين. انا هجرب تاني. على فكرة انت اخوك كبير ده زودها جدا. هاي 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 انا الكبير. لا زوني انا قصدي اخوك الكبير. يعني بتقفر تقول ال يعني ايه هفهمها كده؟ يقصد النيك نيم. بالظبط النيك نيم. اوكي ايه ده؟ الف سلام عليك. انت داس على ايدك جرار؟ لا انا ما متعورش. دي دي زي دي. ايه ده كمان عامل لون شعره لون شعره. ادرس بص انا بحبك عشان كده بي يور سيلف مان. كيف يعني؟ في مثل مصري قديم بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. قدامي قدامي يا تفتوف انت. بليز ليت مي جو. مش مي جو لسه عنا شعري. الحق يا كبير الحق. لقيت ايه؟ لسه عنا شعري بقول. يا مرحب يا مرحب. يا القطقوطه الشجره ام عيبوت ما هربتش معاهم؟ لا يا كبير استنت عشان تتلقى وعده. ده اخوك جوني. الو اشلي. ايه ده انت صوتك عامل كده ليه؟ يعني هو البعيد ما عندهوش تمييز؟ ده ينفع يبقى صوت مره؟ ليت مي جاس. الكبير. ايوه انا الكبير. السنيوره بتاعتكم عندينا هنا في الحفظ والصون. هتقل عقلك وتبلغ الحكومه. انا اقرسها لك نقريسه زينه وارشها لك سكر وادخلها لك الفرن وارجعها لك كحكه. معلش اخر حته هترجعها ايه؟ كحكه. بص انا برضو لسه ما فهمتش التوس دي بس واضح انها حاجه وحشه. صدقني يا كبير لو حطيت ايدك عليها وديني وديني اعلى ما في خيلك ولا خيل ايه؟ ما انت عيل فرفور اصلا. اعلى ما في بيتش باقيك اركبه. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا فزاع؟ امرك يا ست الناس. عينيك عليها ما تفرقهاش ووعاك تغفل عنيها دقيقه واحده. امر جنابك. حلو الموبايل ده. لا بقى كده الموضوع بقى اوفر جدا ولازم نبلغ البوليس. ما ينفعش نبلغ البوليس. ده بيقول لي هينقرشها لي نقرشه زينه ويحط عليها سكر ويدخلها جوه الميكروويف ويطلعها لي بتاع دوت كحكه 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 كحكه. وبعدين ما ينفعش اقول ممسك العموديه يعني احبس اخويا يعني جو رخيص جدي. ماشي يا جامدين هنعمل ايه؟ مش عارف بس اي ثينك ان احنا لازم نروح مكان هادي نفكر فيه بدل الغيب ده. عندي عندي يا سيدوني. اي عندي واحده كفايه والله العظيم. ما في اهدى من دوارنا. وان ما شلتكش الارض نشيلوك فوق حبابي عنيني. ها يا جوني فكرت هنعمل ايه؟ بص فكرت هنعمل ايه؟ سامع كويس؟ فكرت هنعمل ايه؟ كان في فكره في دماغي بس راحت بعد ما جيت المكان الويرد ده. طب حاول تفتكرها تاني. طيب كفايه كفايه. ها يا سيدوني كله تمام. هيرجعونا للشقاوة تاني. عاوز تنين عباب المطبخ واحد عباب الزريبة وانت يا اشرف. امر يا كبير. عاوزك تقعد تحرس هنا لو عينك غفلت يا اشرف. امسكك السلك عريان. لا مسك مسك يا كبير. خلاص انا اطلع انام لي ساعتين لو اي حاجة حصلت بلغوني صحوني. بوه فين الوقت فزاع؟ فزاع مع البت الخواجاية يا كبير ملازمها كيف ما أمرت. انت هتفضل تبص لي كده كتير؟ لازما. أمال إيه؟ يعني انت فاضي مش وراك حاجة تعملها؟ لا. طيب ممكن تفك لي الحبل شوية؟ ايدي هتتقطع. ايدي هتتقطع. يرضيك ايدي تتقطع؟ لا ما هيرضينيش يا ست شلي. لكن انا عبد المأمور. كنت فاكرك كده فيزو. مين فيزو ده؟ انت فيزو. بدلعك مش عيب. انا ايدي وجعاني بجد كل ده وما صعبتش عليك. فكني بقى. انا يا الجوز ده ولا عاش ولا كان اللي يربطك يا ست شلي. تيار شفت شفت ايدي؟ سلام عليها. ميرسي ان انت فكيتني بس ممكن تجيب لي ميه عشان عطشانه؟ عشطانه من عينيه الجوز.
تفضل يا ست شني. ميرسي. ايه ده بص العصفوره؟ فين؟ وانتوا صوتكم هتفضحوني يا اغبيه. ما انت اللي لبست ده تكنيك. انا قاصد ايه الزفت اللي انت لابسيني يا عم؟ الزفت على دماغك ده. ايه يا هدرس ده؟ اوعى توماس. يا انت هتفضل هنا وتفضل مدور. مدور مش قصدي مقلوز، قصدي مدور البيتش باجي. اوكي. وانا هاخد هدرس معايا نقتحم القلعه لانه عارف كل مداخلها ومخارجها. مداخلها بس؟ لا اهبل اهبل برخصه. ليه؟ مداخلها هي مخارجها هي متخلف. يلا يا جماعه استعدنا عشاء بالله. نظبط ساعتنا ساعه الصفر 3 ام. لعبة أفلام. لا تراجع ولا استسلام. فيلم قديم. لحظة عمر. 48 ساعة في إسرائيل. أبي. طب عايز تقول إيه؟ عايز تقول إيه؟ ما هي الساعة ظبطها من أساس. إيه يا جماعة ده؟ إحنا بنلعب وأختي بتموت جوه يا جوني. خلاص. أشلي بتموت. خلاص توماس. أشلي. يا حبيبتي يا أشلي. يا ترى نايمة ولا صاحية؟ توماس. عايشة ولا ميتة؟ أوف لاين ولا أون لاين؟ أشلي يا حبيبتي. أشلي أشلي يا جماعة في عقبة كبيرة قوي ما كناش مفكرين فيها. إيه؟ هنعمل إيه في السور الهيوج ده؟ لا أنا جات لي فكرة. دي برضو مهما كان أختي. عايز أروح نصطاد سمك ونحلق لها يا متخلف؟ لا يا جوني أنت مش فاهم. تعالى كده. ده بقى بتاع المهمات الخاصة بيتعمل كده. اجرب انا اجرب اجرب. ايوه احنا في مولد هنا. اقعد هنا مش ناقصة متخلفين وهبل. دو جوني. استعدنا عشاء بالله. هنطاكيه. Don't panic, don't panic. هنعرف نعملها. Trust me, we can do it. أنا خايف. أنا خايف. ما تخافش, ما تخافش. Trust me. يعني إيه؟ يعني ثق فيا. بجد هنعرف نعملها. بص يا سيدوني. روح أنت وسيبني. ما أقدرش يا هدرس, ما أقدرش. الطريق اللي ابتديناه سوا هننهيه سوا. بص في عينيا. بص في عينيا. 1, 2, 3. Oh my God! Hadris, I'm bleeding! يبقى لازم نطهر الجرح. لا لا لا. ده قدري. أنا هستنى هنا. كمل لوحدك أنت المشوار. وبليز ابقى احكي للناس حكايتي. لا. الطريق اللي بديناه سوا لازم ننهوه سوا. بص لي في عيني. بص لي في عيني. ايه أنا لسه قايل لك الكلام ده فوق دلوقتي. أنت قلود قوي. مش ممكن. دي جافو. Thank you.
انت استناني انا وانا هطلع فوق. لو حسيت باي خطر يا هدرس اعمل لي صوت انثى لما في موسم التزاوج. اوكي انسرني بقى. هدرس انت بتعمل ايه هنا؟ ست اشلي قلت انك هربتي، تعالي اوديك لست توماس. أشلي أشلي ما ماتتش. قبضت عليه. قبضت عليه ايه يا عبيطة؟ أشلي are you okay؟ I'm okay. اوكي أنا هكلم جون. توماس حتى أنت كمان طلعت أبل؟ أوه ماي جاد. ألو؟ أوه ماي جاد. أوه ماي جاد. إيه اللي حصل؟ في صوت رزع وضرب أنا مش مطمن. يا ده جوني بيموت. جوني بيموت. جوني خطوة عزيزة يا عمدة. يا كبير صدقني بجد أنا كنت جاي عشان أخد فرشة سناني والكوتن بادز عشان وداني. اسكت ساكت. ده أنت وجعتك مربربة يا ولد أبوي. أوعى تتهور أوعى تتهور. أنت مش عارف أنا ممكن أعمل إيه. هتعمل وأنت لساتك هتعمل. ما أنت عملت يا سنيور وأنت تهدمت علي في داري. والله وقعت ولا حد سمع عليك. ها تحب نبتدي منين يا بسكويتي؟ Are you crazy؟ انت هتذبحني؟ هذبحك. ده انا هذبحك وانفخك واسلخك حي وقطعك قطيع واحبيك في سكاير سمنت وسخه. ارمي السلاح اللي في ايدك يا كبير. اي حركه هنضرب في المليان، مفيش داعي للمقاومه. مليان ايه وفاضي ايه اللي هتضرب فيه حظابط؟ انا كنت بعلم ولد ابوي العمده الجديد اصول المرجله والعموديه. ما يصحش برضك يعني يبقى العمده كيف شاكيري. كذاب، ما صدقوش حضرة الضابط، حتى سأل جوني. ايوه دول كانوا خاطفيني از رهينه. صحيح الكلام ده مستر جوني؟ يا اخويا الكبير عمره ما يكذب ابدا. ده كان فيلم كنا عاملينه انا وهو على توماس واشلي عشان يعيشوا جو الاكشن. افهم من كده بقى ان مفيش مشاكل وان انتم متفقين؟ طبعا متفقين. ولا ايه يا كوكي؟ اكده يا جوني. اكده يا حضرة العمدة. خير يا ست الناس. صباح النور. الفطور جاهز. ايه ده فين الفطيره؟ الفطيره هتاجي من الفرن عشان تبقى مهوجه. طب يا رب تاجي قوام، الكبير هيندل دلوك. اها صباح الخير يا كبير. وطي صوتك يا هاتيري. ما بقيناش لحالنا، بقي لنا الجيري وجيري ما تصرش كمان. بقى كده يا توماس هو ده رد الجميل؟ ده انت طلعت شاب جدي. مش كان زمانك مرمي دلوقتي في القسم مع الاوتيل والحراميين؟ والله يا فزاع شكلي هديك باللي في رجلي. طيب انا عملت ايه طه؟ يا عم طير طير. تليفون واحد لل 911 هينفخوك في سنتي. بقول لك ايه يا فزاع؟ املي جنابك. اخبط راسك فضخ الحيطه. ولا طينت قلت حاجة يا كبير، ما أنا خشمي مسوجرة. ها بس منك ليه؟ بلاش لعب العيال الصغيرين ده. أنت هتعلي حسك علي يا مجنون أنت؟ لا يا كبير لا، ده اللي بكلم الغفر اللي بره المتنحين دول. امشي اطلع بره يا هتير. هتطردني من الجنة، أنا رايح للناس الطيبين دول.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه هدرس؟ عملت ايه مع الناس بتوع المسرح؟ طب جريت، روح دلوقتي بقى على المطبعة عشان تجيب بوسترز. اوكي باي. واندرفول. طيب المغنية جاية امتى؟ بعد بكرة. فرصة ريه ومرسح ايه؟ انا مش فاهم حاجة يا بيه. افهمك يا انكل جابو، احنا عاملين الحفلة دي بمناسبة ان جوني بقى النيو عمدة، واخترنا نيكول سابا عشان تيجي تغني فيها. بس نيكول سابا؟ نيكول سابا؟ انت تعرفها؟ ومين في مصر ما يعرفش نيكول سابا؟ شفت يا جوني، مش قلتلك هنا بيحبوها جامد؟ بس برضو اي ثينك لو كنا جبنا يعني إلتون جون كان عمل شغل هنا دماغهم كده. طب والست نيكول يعني لما تيجي هتبيت فين؟ هصادفها عندي هنا طبعا 3 ايام قبل الحفله. لا ده عنديها هنكه المسخره دي ما تعتبش الدوار الكبير جاي واصل. حسب ده نصي نصي، اوعى تعديه. وحيات اغلى حاجه عندك يا كبير، ده نيكول سابا دي عسوله قوي. لا يعني لا، مش من حقك يا كبير، انا العمده دلوقتي ودي املاكي يعني ما يخصكش. لا يخصني، والكبير قوي لو كان عايز كان طربقها فوق دماغك. بقول لجنابك ايه، ما تتسرعش يا كبير، بيكول هون اللي هقول لك كليه. واعي جنابك ناكل سابا دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ عارف المطربه اللي جنابك بتزوم اول ما تشوفها؟ نهون فيهم. اللي هقول يا شغلني بيك وهواك بعدي معاك بتاعت الفيلم عادل امام تجربه الدنماركيه انيتا جوتنبرج. اللي راحت مجلس الوزراء بلبس الغزير بشحمه ولحمه. اموت انا واعيد السنه. بتقولوا ايه؟ مفيش، بقول ان المسخره دي لا يمكن تدخل الدوار هنا ابدا. ورحمه ابوك يا كبير توافق؟ لا عشان خطري يا كبير. جزره وقطو ما جحش. ويلكم نيكو، نورت المزاريطة. دي قلعة الكبير قوي ماي فادر، دي صوره اللي فوق السلم هناك، دي صوره الاثنين. هنا بيسموه دوار العمودية، يو نو سمثينج لايك الوايت هاوس. اوكي نيكول، بشوفك بكره في البروفا. اوكي باي باي باي. ايوه يا جوني، بس انت يعني شكلك تو كول على العمدة اللي بنشوفه في الافلام. ثانك يو سويري. ثانك يو نيكول. استني نيكول، حلمو العلم ده يا ربي. استني نيكول، انا طبعك ده وبحبك ده وبحب اعيش وما عندي ايش غيرك ده. استنيكول انا بحبك قوي، معلش انا فرحه بس يعني ايش المزرطه كلها منوره. حبيبتي مرسي، منوره باهلا. حياه النبي، تبقى تاجي عندنا عشان نتانس بيكي. طب ما انا عندكم اهو، هو انتوا عندكم تاني؟ لا انا ما قصديش هنا، انا قصدي هناك. هنا النص بتاع سيجوني، هناك النص بتاع الكبير قوي. عجيب يا مري، تعمل ايه عندك يا بلغه؟ حقك عليا يا كبير. بلغه؟ ايه بلغة ده؟ اسمها؟ اسمها ايه؟ لا بلغة دي حاجة بتلبس في الرجل لايك شبشب وبقاب، يو نو. وبقاب؟ او ماي جاد، جوني ده يعني كده بيشتمها؟ بيشتمها ايه ده؟ كده بيدلعها. طريقة جديدة للدلع، مش عاطلي الفكرة. انسي الموضوع ده، هبقى فاهمهولك بكرة. المهم دلوقتي لازم تطلعي تنامي عشان بكرة الصبح تصحي فريش. طيب فهمنا، بس انه هلا ما خبرتني، بدي اعرف السكادجول كله لحد نهار الحفلة. اوكي. بروجرام النهارده هتاخدي راحه عشان اكيد انت تعبانه من المشوار. بكره الصبح هنروح المسرح اللي هيتعمل عليه الكونسرت عشان لو ليكي اي كومنتس تتعمل. خلاص كده كمان روجي يجي وتتفقوا كده تظبطوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها مع بعض. اوكي. بعد كده هنعمل لايك اورينتال لانش، بعديها هنعمل تور في القريه عشان تتعرفي على. ايوه الشبكه واقعه خالص. بوه تصدق جابت هنا؟ السلام عليكم. اهلا جوني. مين هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه للاسف خيي. خيك؟ وليش هو منه العمده؟ شكله كتير حمش. بليز كمل. بالليل. ايوه يا حامد،
يا ابو قلب جامد. ايوه فين يا عمي؟ مش تبقى تجي؟ احنا قاعدين وحشنا قوي قوي قوي. مسكوك كفاره باه. الو ايوه كمل كمل. بالليل هنروح الساقيه. بصي المنظر من هناك هيبقى بجد اميزنج. هناك ممكن ناخد. انت فين يا جحش؟ امر جنابك انا هنا يا كبير. لا ده كده استهبال بقى. لو سمحت يا كبير خليك في نصك. نصي؟ ده انا افلكك نصين يا هتير انت وعلقك في الذبيحه. وده لا مؤاخذه شغلتي. منوره ونورك ملعلط. ميرسي يا قلبي كلك ذوق. غريب بس كتير مهضوم. ده حيوان قوي 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 عن جد بعقد. يا كبير صباح الخير. صباح الكنافه بالقشطه اللي عم تنقط عصلك دي. بقول لك ايه ما تاجي تعلمنا قوس؟ ده احنا هنقوس ونقوس ونقوس. شو حميش نازله؟ استنيكول استنيكول صباح الفل يا استنيكول. بوجور كيفي؟ الحمد لله. على فين الصبح بدري كده؟ كنت طالعه شم شويه هواء. قولي لي في شيء؟ لا انا كنت بطمن يعني تكوني عايزه حاجه كده ولا كده. لا مرتي حبيبتي بس عوز شيء رح لك. طب انا كنت عايزه اسالك سؤال. اسالي. ايه احساسك وانت واقفه قدام الاستاذ عادل امام؟ كان بيشبه احساسك انت واقفه قدامي هلا. طب سؤال صغير كمان. قول. هو شعرك اصفر كده طبيعي ولا انت حاطه له حاجه؟ هي سر المهنه. طب معلش اصل زي ما انت شايفه كده انا شعري مجعد ونفسي اسبسبه زيك كده. بتعمليه كيف؟ حبكت هلا هديه بعدين بقول لك. بعدين ماشي. بونجورك يا كبير. اهلا 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 اهلا. كيفك اليوم؟ منيح. قولي لي عرفتي تنعسي ولا الناموس يعملها معك؟ لا ما تخاف عملت حسابي لك. قلي انت هيك معود طوعك اليوم تضرب نار؟ امال لما يكون بالي رايق اضرب لي قد 600 700 عيار قديه على خيار الريق. دخيلها ضمتك انا. طب ليك في جريب؟ فيكي طبعا بس انا خايف عليك اصلا تقيله قوي. ايه لا ما تخاف علي. ولا انت بخله؟ احنا بخله ده احنا اهل كرم كله. بس يعني انا خايف تعوري حد كده ولا كده ولا تعوري فداك يا زلبي. اف لك شو تقيله. ما قلت لك. شوفك تذكري لما اخذه الدبسه في كتفك كده هيك هيك وتاخدي نفس عميق هيك هيك وتحطي سن طرف نملة الدبانة تحت أسفل منتصف الهدف. عنك أنت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي أعلمك أنا ما يعلم الحرمة اللي حرمة زيها. هاتي. بوجور. حطي السلاح كده يا زلبية وبعدين تنشني بعينيك الحلوين دول وتضربي بصباعك الطري ده. هيك؟ هيك يا أختي. يوه أنا زهقت من الأكل ده. إيه ده؟ على فكرة أنا تعبت جداً عشان أعرف your favorite. أنا باكل من الأكل ده كل يوم إنما أنا هنا جاية الصعيد فنفسي أكل الأكل بتاعكو. يعني شوية فول جبنة فطير مشلتت. أنت الفطير المشلتت يا بنت. على فكرة الأكل الصعيدي كله دسم وفاتس وبيجيب جناب. وفيها إيه؟ مش هما بياكلوا منه؟ هات الفول المدمس. انا هروح اكل معاهم. بلاش بلاش هيحرجك وهيطردك يبقى شكلك وحش. وانت مالك يا فزاع الجحش؟
بتخلي الناس على راحتها يا اخي. يا دي الهم، هو انا عتبت نواحيهم واصل؟ استاذن انا. طب بليز بسرعه يعني نقنقي. بقولك يا كبير، ممكن افطر معاكو؟ ده انت تأنسي وتنوري. طباب. ايه ده؟ مفتجي. شو هاي؟ مين دش عندينا؟ وده يبقى المين مش. تعالي واحدة، تعالي واحدة. هم كتير حار. يعني زينة ولا عفشة؟ يعني كتير سبايسي. يعني زينة ولا عفشة؟ طيبة منيحة. بسم الهاري، تعطيني بعد خبر؟ ليه؟ اتفضل يا حبيبتي. مرسي. اي هو يا هدي، هو يا هدي في حاجة دخلت جواني. اسم الله عليك، انفخلي فيها، انفخلي فيها. اسم الله عليك، اجيب حكيم. حكيم يهده، اوعك ده. تعالي يا حبيبتي انفخها لك انا. عم اهلك بس. ها على مهلك يا بنت تلبصيلها عينيها. ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم، قلت اطلع البلكونه اضرب لي حجريه. طب بدك فل واتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي، ده انا ابعت اجيب عسل وبسبوسه وكنافه وزلابيه. دخيلك مش قادر، ده انا من ساعه ما جيت وعماله اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي؟ تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطة القشطة، ولسه كمان لما تدخلي اكتر واكتر. ليك يا كبير، ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعية. شو هاي؟ عندي طين. مش هتفهميها انت. طين دي يعني ارض، عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك، هيك شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجة محددة يعني. بتلعب رياضة؟ لا، الرياضة دي كانت زمان يعني، واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعة وبالليل نصيدوا عقارب، ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو. طب ليك بتسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك. أنا ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والأستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس. والجداد دلوك الأستاذ عباس حمودة ومحمد أبو لمونة وعلي جرمونة وجاستن تمبرليك. طب وأنا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده أنا طبعك ده وأحبك ده، ومن الآخر ما فيش أطعم منك ده. الغناوة دي أثرت فيا خالص. كيف يعني أثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ، وشرخ عميق. شرخ؟ إنه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد أنا انبسطت إني شفتك يا كبير. شفتيني أنا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. مرسي يا كبير. هذا من الملذات، لازم نقوم دلوق. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحة جامدة جدي، هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطة. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه،
بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين. ما تقدري تاخدي لفة. عن جد عم تحكي؟ ايه ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتأخر عليكم، باي. بونجور. بونجورين. لايف از لايف. ليلي ليلي ليلي. بردك لايف. ليلي امشي يا نمبر. على فكرة بقى هما ثلاث دقايق بالظبط، ولو ما رجعتش أنا همشي. دي قلة أدب. لا ريلي ريلي قلة أدب. كل ده بياخدوا لفة؟ ليه بيلفوا إيه؟ طيب. بيلفوا إيه؟ معلش خلاص بقى أنا مال أنا جوني. جوني زي ما بيقولوا هنا الغايب حجته معاه. ده كلام فاضي، أنت بتقول أي كلام يعني إيه؟ يعني زي مصير الحي يتلاقى، ما أكيد هيتلاقوا، إيه اللي بتقوله ده؟ جوني أنا قصدي يعني نستنى شوية. استنى، استنى. أنا خلاص، رجلي خلاص. لا وأنا مش قادر أصدق. أنا جوني بيكهام العرب اللي أي بنت في الكون تتمنى تقولي كلمتين وأنا اللي بلفظ وما بديش فيس أساساً، يتنفض لي؟ ما يصحش. أنا يتنفض لي؟ ما ينفعش بس يعني أنا جوه. نستنى شوية. جوه. ما شفتوش الكبير يا جماعة؟ ما شفناهوش؟ شفناه من 7 ساعات برا، خدني كل على الكاريتا لفة ومن ساعتها اختفوا. لحالهم؟ لا كان معاهم حصان أبيض. واضح انهم ارتاحوا لبعض قوي. رحلة ما تنفخهم علشان احنا مع بعضينا والاول يا حلاوتكم. ما لسه بدري يا كبير، داير تتصرمح لي انت والسنيورة لنصاص الليالي. لمي نفسك يا هدية، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ايوه نسيت نفسي. ما هو لما تاجي العيوقة دي وتلف عليك عشان تخطفك مني يبقى لازم انسى نفسي. جرى يا هدية في ايه؟ ما تهدي شوية. اقفلي خشمي. بقولك ايه؟ بس مع وشي كنت الحديد جزر وقطع ما دعش. الكاوبوي دي هتبقى مرتي. خلاص بقى هدايا بطلي عياط. كمان بليز. هي دي اخرتها يتجوز عناي بعد كل اللي عملته معاه. هي دي اخرت خدمتي ليه؟ والله يا هدايا الكبير معذور برضه. جوني هتقول ايه؟ سوري سوري. هي هدية دي كانت مخلياه عايز حاجة. أنا والله مش قصدي هدية، أنا قصدي التشيك التانية. قصدك إيه يا جوني؟ خلاص I'll zip my mouth. Good for you. أنا خابرة إنها حلوة وغندورة وطير وحيها راجي، بس مش هي دي المشكلة. أنا مشكلتي إني لسه بحبه وما استحملش أشوف حد مشاركني فيه. بجد؟ أنت سو كيوت يا هدية. ربنا يستر عرضك. بقول لك إيه؟ لو ما كانش فيها رزالة يعني ممكن اقعد احداك لحد الصبح عشان ما ينفعش اروح دار ابوي دلوقتي في نصاص الليالي كده. Are you crazy؟ هتروحي to your dad تعملي عنده ايه اصلا؟ ممكن تفهميني؟ امال يعني اقعد هنا وشي في وشي اللي ما تتسماشي؟ ايوه طبعا تقعدي تقعدي وترخمي وتغتتي لحد ما تطفشيها او تزهقي كبير. لا انا ما اقعدش ابدا وليا ضرة في البيت. لا يا هدية، الست الشاطرة هي اللي تخلي جوزها قاعد جنبها، مش تخلي اي واحده كده تيجي تاخده من جنبها وتمشي. ماشي. هي 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 بالراحه. رايحه فين؟ هرخم وغتت لحد ما اطفش العقربه دي. اشلي نايس قوي اللي انت قلتيه الهدية ده، انا عمري ما كنت اتصور انك ممكن تفكري بالطريقه دي. ما انا كان لازم اقولها كده يا جماعه، ما انتوا عارفين ما بعرفش انام وحد جنبي. مساء الخير يا كبير. مساء الشيكليطة. ده انت الجلابية هتاكل منك حتة. مرسي. تفضلي. مرسي. تسلم يدك. كل دي يا كبير هتعجبك قوي. الكبير ما بيحبش الصدر. الكبير بيحب الورك. الورك برضك يعني حلو يعني. ما انتوا عملتوش رقاق النهارده ولا ايه؟ ما هو قدامك اهو يا كبير. لا يا كبير ما تاكلش من دي، دي كلها كوليسترول وممكن تضر بصحتك. ما هو بياكل منه طول عمره وزي الحصان قدامك اهو. كل يا كبير بلا كوليسترول بلا هم. مساء الخير. مساء الربراب على نفوخك. ايه اللي جابه ده؟ مساء النور يا سجوني. نيكول جاهزه؟ الحفلة خلاص قربت. حفلة ايه يا حلتها؟ انت عاوز مرة اخوك تغني ولا ايه؟ يعني ايه؟ في اتفاق، مدين كونتراكت. الكونترات وديحت بالله
وتمسح به لمؤاخذه قفاك. ولا انت ايه قولك؟ اللي تشوفه يا كبير. كام داون جوني، العصبيه مش كويسه عشانك. ما تهدى بقى، خلينا نعرف نفكر كويس. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا معلم، الحفله هتتعمل في ميعادها. هاو كم؟ الكبير مسيطر عليها جدي، والغريب ان انا مش ورا كلامه. جوني احنا ماضيين عقد، يعني في شرط جزائي ومحاكم وقضايا. بقول لك ايه؟ انا هكلم مدير اعمالها عشان يتصرف معاها، ملناش فيه بقى. الحفله هتتعمل في ميعادها يعني هتتعمل في ميعادها. كنت عايز تدردش معايا في ايه بقى يا طبيب؟ كنت عايز اسالك انت ليه اتضايقت لما عرفت ان حنان هتشتغل معاك؟ They always seem really great because there's never ونبقى في الصين حيث احتفل السكان في مناطق مختلفه بعيد ايه الدلع ده؟ فشار جبتيه منين دي؟ ده احنا ما بنشوفوش غير في الموالد. هو واللذيذه. شو يعني لذيذه؟ دي حلويات صعيديه عندنا هنا، لونها برتقاني وقد قالب طوب كده، تندقيها تلزق في سقف البق. بجيب لك منين؟ ما فهمت شيء، بسيطه. جبت لك معي فيلم كثير حلو نتفرج عليه سوا. فيلم ايه ده؟ هيدا فيلم رومانسي اسمه سويت نوفمبر، شفته قبل؟ ده بتاع سيلفستر ستالوني. لا شو سيلفستر، هذا اللي كيانو ريفز وشارلي ستيرون. كيانو ريفز؟ ده بتاع ماتريكس. والفيلم ده حلو على كده؟ حلو بس اخره حزين شوي. اموت في الحزن، اديني في الحزن. All I ever want to know شكلنا مش هنقعد براحتنا في الدوار النهارده. بكره الصبح اول ما نصحى من النوم هفسحك فسيحه زينه قوي، هنطلع من اول النهار ما نعودوش الا اخره. ولك دخيلها الشوارب انا. ايه هتقعدوا تتودودوا كده الليل كله؟ يلا اطلع على فوق عندنا شغل كتير. ما تدودودش، عم بظبط. يا حبيبي اهدى علينا شوي، لشو كل العصبيه؟ روجيه انت مش مقدر حجم المشكله. انا بقيت النيو عمده، ما ينفعش اول حاجه اوعد بيها اهل الكونتري بتاعتي تفكس كده. ده غير ان احنا عملنا ساوند سيستم وعزمنا اهل البلد كلهم. شوف لي اي حل تاني غير ان الحكايه دي تفكس. شوف لي اي حل. لك خي روق روق. يعني ايه؟ يعني الصبيه ما بدها تغني. يا خي اعتبرها تعبانه مرضانه اي شيء. مرضانه ازاي؟ ما هي قاعده زي القرده قدامك اهي. خلي بالك احنا ماضيين عقد، والعقد فيه شرط جزائي. لو الحفله ما اتعملتش هتدفعوا الشرط الجزائي. شرط جزائي شو حبيبي؟ كنترات وجايبي ما في شيء. معقوله يا روزي ما شربتش حاجه لغايه دلوقتي؟ او ما اجيب لك بقى حاجه تشرب. ايه ده؟ ايه؟ تصدق فعلا ما فيهوش شرط جزائي؟ انت هتستعبط يلا؟ انت عايز تقول انك مضيت العقد من غير ما تقراه؟ ما هو ما في شرط جزائي، الصبيه جاي تغني كومبليمون، يعني من غير مصاري. وما بدها تغني. غني لك انا؟ اوفو فو 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 ما حلو؟ حلو حلو، شوف لي حل في موضوع نيكول بقى. خي حل من وين؟ شو اعمل حل؟ اقول لك شيء؟ بطلع برقص. يا عم انت ليه حاشر نفسك في الموضوع؟ انت فاكر نفسك في ستار اكاديمي هنا؟ فوق يا روجيه فوق. نيكول لو اتجوزت الجحش ده احلامك في الرقص والغنى هتطير. هتشتغل اوراداتي. اشوفك بقى في ناشونال جيوغرافيك. وانبرك ماي هارت Say you love me again وأنبرك و... واه 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 فين الخلقات؟ يا هدية إيه فين الخلقات؟ في الغسيل. كل الخلقات؟ كلها في الغسيل. ليه؟ أصلي لقيت عتة في الدولاب. وحتنشف ميتة العتة؟ الخلقات يا كوميديا. قدامك البكرة الصبح يا من يعيش. امشي نجري هاتي لي اي جلبية ولا اي ربراب البسه. مفيش. واه يعني عزالة الدلة الدوارك ده كيف رقاص البليه؟
خلقاتك كلها يا على الحبل يا في الغسالة. قد قلبي العتة في الدلاب عن هزره خميرة عقلنا. ايه ده؟ ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ قصدك ايه اللي مقلعني؟ البت هدية الله يجازيها غسلت كل الخلقات. يعني ايه؟ طب وحتنزل بايه وانت خارج؟ والله ما باينش فيها نزول النهارده. لا بقى، انت وعدتني ان احنا هنخرج. والله على عيني على عيني. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عندي فكره. ايه رايك لو تستلف هدوم من اخوك جوني؟ باه استحاله، ده انا اتدرس في البلد، ده انا عندي البس غازيه وامسك صداعات احسن لي. ليه يعني؟ انا مش فاهم، ده حتى جوني لبسه ستايلش جدا. بتسمي لبس الخنافس ده ستايلش؟ مالها الجلابية؟ الواحد من يوم ما انسلت من بطن امه وهو لابس جلابية تديك هيبة. يعني ايه؟ عايز تفهمني ان احنا يوم خطوبتنا هتلبس جلابية؟ لا طبعا. انا هلبس فوقيها عباية صوف انجليزي معتبرة. جلابية ايه ولا عباية ايه بس؟ طبعا مش هينفع، انت مش عارف ان اليوم ده هيبقى مليان صحفيين ونجوم؟ دي صورنا هتنزل في كل الجرايد. انت هتلبس بدلة وبراند كمان. لا بدلتي ما تعودتش على كده. طب ولو قلت لك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطري يعني. داني عشان خاطرك البس ميول. بجد يا كبير؟ ما كنتش عارف ان انا خاطري عندك كبير قوي كده. ده مش خاطرك بس اللي كبير، ده كمان ايه يا كبير اللي مقعدك في السكه كده بغياراتك الداخليه؟ البجاحة ايه اللي مقعداني هنا وكده؟ شوفي انا اروح ادعبس في الخلقات، اول ما القى حاجه نشفت هلبسها وديلك طوالي. وامرك ما يهر سيول امي اجيب. امرك ما يهر سيول امي اجيب. خلاص محدش هيحترمني في الكونتري دي تاني خالص. اقول لهم ايه؟ اقول لهم عملت لكم حفله بمناسبه ان بقيت النيو عمده والمطربه حلقت لي. فعلا يا جوني منظرك بقى زباله. يا ريتني كنت جبت إلتون جون ولا جاي زي. خلاص بقى يا جوني اللي حصل حصل، خلينا دلوقتي نفكر هنقول ايه لاهل البلد. طب ما تيجي نصالحهم نعزمهم على مارشميلو دوناتس اي سويتس. اهل البلد مقدور عليهم، المشكله في الناس التانيين. ناس تانيين؟ الناس اللي حوالين البلدان اللي حوالينا. يعني ايه؟ مش فاهم. انت عملت ايه يا توماس؟ معلم انا ما عملتش اي حاجه، انا عزمت اهل البلد وطبعت كام تذكره كده بعتهم لاربع بلدان حوالينا. سن اوف او ماي جاد. ما جوني انا ما كنتش اعرف، يعني انا كنت ايش عرفني انها هتروح تتجوز الكبير وتحبه وتغلغلنا الحفل. بليز ما تعملش حاجه تانية من غير ما ترجع لي. اوكي جات لي بقى حاجه. شرع يا بنتي يا هديه. ايه عاوزك تعملي لي فنجان قهوه زين وش تقيل ما يتشالش الا بسكينه معجون. ماشي. انا مين؟ يا لهوى بالي. هو الصوت الحلو ده الحنين ده يبقى صوت مين يعني؟ فزاع الجحش ولا عم جابر؟ اكيد صوت ست الحسن والجمال. طب بص بقى، زي ما انا دورت عليك ولقيتك عايزاك انت كمان تدور عليا وتلاقيني. غمايه يعني؟ شو يعني؟ عسكر وحراميه. مش فاهمه. اقول لها ايه دي؟ هيدا نسيك. ايوه يلا. أنا فين؟ أنا هنا أنا هنا. أقفشك. لا لا أقفشك كمان. ما تقدرش. هنا 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 هنا. هتروحي مني فين؟ تعالى بس. أنا ما وريش حاجة غيرك. أنا هنا يا كبير. يا كبير بلا صغير. تعالى قفشتك. قفشتك. القهوة يا كبير. ما تشيل اللي انت حطه على عينيك ده. صدقك ده احسن. بدل اللي اجلسيه وصلت يا كبير.
عن جد عم تحكي؟ فرجيني فرجيني. وريني اللي قماشك ده. أمر جناب. لمين البدلة دي؟ دي للكبير عشان يوم خطوبتنا. فرجيني لك شو حلو. يا دي الهالة، هتلبس بدلة؟ أمال هلبس بوكسر. لا هو لسه يا ما حنشوفه كمان. امسكي هات غرب الوش السعادة. قصدك ايه يا بت؟ قصدي ان السنيورة دي مغمياك وسايقك وراها لحد ما كنفلك على وشك. انت اتجنيتي يا هدية؟ ما انت ما شايفش لما تعمله يا كبير. انت مالك اعمل ايه؟ ولا عشان سكت لك حتسوقي فيها؟ فوقي يا هدية واسمعيني زين. عاوزة تقعدي هنا بكرامتك ما اسمعش حسك واصل. ولو فتحتي خشمك حاكلك الجزمة القديمة. يا ست الناس، يعني خلاص ما فيش فايدة؟ طيب راجعي نفسك. خد يا فزع الشريط ده، اديه للكبير لما يصحى، وروح انت على العربية وانا جاي وراك. أمر جنابك. هدية هدية، انت رايحة فين يا هدية؟ وايش الشنطة دي؟ ماشية وسايبهولك. اشبعي بيه، عجبك قوي يا اختي. انت لسه ما تعرفيش حاجه عن الكبير. انت سمعتيه وهو بيشخن كانك نايمه وجنبك وابور زلط. انت حتى تخافي تمسكي شراب من شرباته بعد ما يقلح. طب جربي كده تعملي حاجه غلط وانت تلقي كف ينزل على وشك الجميل ده يعمل لك نيو لوك. ولا اجدع حدا دكتور تجميل يعدل وشك تاني، ولا حتى المقاولين العرب يعرفوا يعدلوه. وانا عن نفسي سايبهولك. ما هو قالوا لنا زمان الراجل اللي يخون شدي عليه السفون. هدي ست الناس هملت لك الدار وسابت لك الامانه دي. اهدى شريط يا كبير. اخطب الوش يا غبي.
عزيزي الكبير، عندما تستمع إلى هذه الرسالة سأكون أنا في الميكروباص في طريقي إلى دار أبوي. أما بخصوص موضوع جوازك من السنيورة، فأنا أتمنى من كل قلبي لراجلي اللي كان جوزي إنها تطربق على دماغك ودماغها. روح، أنا فيتك للغزية، تسلت منك هيبتك وتقلعك الجلبية وتلبسك المنطلون والقميص وتخليك تسبسب شعرك وتعمل قصة، ولا أنت أصلاً ما عندك شعر، وتبقى جوز الست. وختاماً بهديلك الأغنية دي. يعني كنت عايز أقول لك على حاجة. بصراحة أنا كمان ما أقول لك شيء. يبقى قولي أنت الأول، ليديز فيرست معروفة. ما بعرف شو بدي أشرح لك إياها، بس لقيت إنه ما رح أعرف أتكيف على الحياة هون. عندك حق، بلدنا حر على الآخر. أنا عملت حسابي، بعدت جبت تكييف 4 حصان. أنت مش فاهم قصدي. أنا قصدي أقول إن أنا مش هعرف أعيش في البلد هنا، وبصراحة ما أقدرش أخد راجل من مراته. وأنا كمان ما أقدرش أخد راجل من مراته. أقصد أقول ما أقدرش أسيب هدية. هي صحيح جاموسة، بس بنت حلال وعشرة عمر. معلش يا كبير، اللي عملته هدية ده عشان بتحبك. أنت طيبة قوي يا نيكول، يعني بتدافع عنيها بعد كل اللي عملته معاكي. صدقني ده طبيعي، أنا لو كنت مكانها أو أي ست في الدنيا كانت مكانها كانت برضو هتعمل كده وأكتر كمان. تعرفي اليومين اللي عشناهم سوا دول مش ممكن أنساهم. وأنا كمان أثروا فيا قوي. كنت عايزة بس أستأذنك إن أنا أغني في الحفلة. حرام يعني الناس اللي إحنا وعدناهم. ليه؟ Do it. وادو. يلا بقى. خلي بالك على نفسك، ها؟ اوكي. نيكول. ممكن طلب صغير قد كده؟ تعالي هدية. خش. شوف جبت لك مين. نورتي بيتك يا هدية. اكده تفوتيني الحالة في الدار. ما انت عارفة اني ما اقدرش اعيش من غيرك. انت اللي فوتني الاول. خلاص بقى يا هدية، ما انا قلتلك انه كان متضايق من اللي عمله معاكي، بعدين هو اللي بعتني اجيبك عشان يصالحك. هدية ما تبقيش غدية تمال، ما نتعاتبوا قدام الناس ولا ايه؟ ما تاجي نتعاتبوا فوق، ها؟ نقفل الباب علينا في الأوضة لوحدينا ونتعاتبوا. ماشي. أهو كده بقى أنا اطمنت إن أنتوا رجعتوا لبعض. يلا يا هدية، خدي جوزك واطلعي فوق. أنا متشكرة قوي يعني كول. تقوليش كده. وأنا متشكر قوي يعني كول. يلا 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 يا بقرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا نجهز الحفلة، فاضل لها 3 ساعات. مظبوط، هطلع اجهز حالا. نيكول استني، منيح انك موجودة عشان تعرفي شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير؟ شو في؟ انا ماشي بالسيارة لقيت الاستاذ بيبيع تذاكر واحنا عاملين الحفلة كومبليمون. انت بتسرقني؟ انت ما طلعتش اهبل، انت طلعت مخادع. لا انا اهبل. انت نمس اهبل. انت يا هدرس، انت تعمل كده؟ ليه؟ معلش يا جماعة سوري، الغلطة دي عندنا احنا. انا هتصرف معاك يا حيوان. انا اللي هتصرف معاك، انا راح احبسه. لا والله العظيم انا ما عملت حاجة. ده سي توماس هو اللي اداني التذاكر، وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟ او ماي جاد، حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد، ليه؟ انت ترجع بلدك حالا؟ انا اللي هرجع بلدي وحالا. نو 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 بليز نيكول، دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي، انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد، انما انت ما تضحكش عليا. روجيه
عيوني. قول للعالم يدبوا اغراضه لانه هلا انا بدي اسافر. يلا نيكول. او ماي جاد، لعب عيلة ولا ايه؟ لعلمك بقى انا عندي فكره ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني اشلي، حتى انت هدرس حطيت لي اربع رجال على الباب اللي وراني. حصل يا كبير، واربع على القدماني كمان. عفارم طلع لي اثنين فوق السطوح، واحد الناحيه الشرقيه واحد الناحيه الغربيه، غير العشره اللي فوق. ايوه امر جنابك. امنت كل مداخل ومخارج البلد. حصل يا كبير. اديت لكل راجل فيهم سلاح. حصل يا كبير. جبت لي اسطوانه فيفا 2010. ما لقيتش يا كبير. بوه وانا ما عرفش اتكل عليك واصل. ماني لو بعت راجل كان زمانه جابها. يمين بالله يا كبير، لفيت عليها بكل مطرح ما لقيتش، لقيت نسخه مضروبه. والله ما يرضنيش جنابك تلعب بالبرشلونه من غير ديفيد فيا وسافي الونسو. عامل لي فيها فابيو كابيلو، وانت اللي حتحط التشكيل ولا ايه؟ العفو جنابك. ورايا كبير، اديه نص جوني بيه. بيه ورايا امر جنابك. بو قلبيه قال يا رجاله، اسمعوني زين يا رجاله، عاوزكم تلفوا المزاريطه حته حته، لو حد فيكم لمح القط يطخوا طوالي، ومسكوا العيال تحت 18 سنه سنج وتحت 10 سنين مطاوي. بو القط فزاع ازرق. ابركه كبير. ايه يا كبير؟ ينفع ادخل عليك نصك من غير ما اقول لك دستور او واتساب؟ بلا نصك بلا نصي، انسى الابديه لحد ما نقبض على القط. القط؟ بوسي كات؟ الكبير بيخاف من القط؟ وفلح بس طول اليوم تقول لي يا بسكويتي؟ بس يا فرفور انت، بس! يا رجاله! امرك يا كبير! روحوا نفذوا اللي اتفقنا عليه، مش عايز خرم ابره يعدي مني حاجه، يلا! وانا يا كبير هعمل ايه عاد؟ عملك اسود ومهبب، اطلع منين دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عمو واتس جوين اون؟ ها؟ ايه الحوار؟ حمار مين؟ حمار ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انا خابر، هو بيعمل كده ليه؟ هو كده كل ما يشوف خلقتي يركبه متعفريت. مش قصدي عليك، انت مش مهم دلوقتي، انا بقول لك ايه اللي بيحصل؟ ايه سامع بيقول قط ونط وفط؟ اصل القط طلع من لومان النهارده. لومان؟ لو واطي؟ راجل واطي يعني؟ اللومان يا بيه السجن. سجن؟ هو انتوا بتدخلوا القطط السجن؟ لا، القط ده مش حيوان، ده بني ادم كان بطل وجه جبلي في الملاكمه ومدخل السجن. طب وده ماله مال الكبير؟ لا ده حكايه قديمه قوي، اصل كان له تار بايت عند الكبير قوي. طار؟ يعني ايه طار؟ طار يعني ريفنج. اوبس. طب مش المفروض الطار ده ينتهي بموت الكبير قوي؟ لا ده ما بيخلص، بعد الكبير جوا ما مات بيجي لازما على عزام القط ياخد بطاره من ولده، يعني اخوك الكبير. طب افرض مات موتة ربنا، يعني اتقلب بيه ميكروباص وراح يصيف مثلا. تفضل العجله دايره كده لحد ما يموت حد من عيلتكم على يد حد من عيلتكم. لا دي سبهلله، لا ريلي سبهلله، يعني لازم يضحي الكبير ده بقى ونخلص من الموضوع ده. طب هو معلش، هو انكل الكبير قوي كان عليه الطار ده ليه؟ دي حكايه طويله قوي احكيها لكم، صلوا بينا على النبي. من زمان زمان قوي قوي، في يوم اغبر ما طلعت دوش سمس. يا عم جابر، هو انت الحكايه اللي بتحكيها دي فيها ناس بتموت وجن وعفاريت؟ لا يا ابني ما تخافش عادي. امال حضرتك بتقفر ليه؟ ما تحكي عادي. حاضر ماشي. زمان في يوم حلو والشمس كانت طالعه دوش. بوه دي تعمل دوش يجيلك في خمس دقائق يا قط، لو قرصت الزهر تاني ليلتك حتبقى مطينه بطين. انا ما بقرص يا كبير. دوش كمان براحتك.
شوف الزرافه اللي هناك دي فين. ومن ساعتها بيجي بناتهم طار ولازما ياخدوا حد من عنديهم، وحلف عزام ولده انه ما حد ياخد طار ابوه غيره وبيده. والمصيبه انه طلع النهارده من السجن وجه على البلد، ودوته دوته فرغه الحدوته حلوه ولا ملطوطه؟ هي من ناحيه ملطوطه فهي ملطوطه على الاخر. مين الجزمه وانت مركوب اللي نايم في الورديه بتاعته دي؟ قوم في الزياد. اشرف ليه كده يا اشرف؟ دري بقول عليك الرجل الوحيد اللي فيهم، ما تعملش كده تاني، دري براهن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، خلعتيني يا ولية. ايه يا كبير مالك؟ مش على بعضك ليه؟ مستني نتيجة الثانوية العامة. اها. يعني ما خبراشي؟ لا ما خبراشي. همام ود القط طالع من السجن وجاي ياخد بتاره. طب وانت مالك؟ مالي كيف؟ هو الرجل ده طالع يقتل مين؟ مش الكبير قوي؟ والكبير قوي مات يبقى يقتل مين؟ ولده الكبير. لا ده انت بهيمة بهيمة. ليه؟ هو مش اخوك جوني اكبر منك باربع دقايق؟ صح. طب هنعرفه كيف ان هو الكبير؟ انا اقول لك. الكبير بيهني اخوه العمدة جوني الكبير خالص اكبر منه باربع دقايق بمناسبة اعياد اكتوبر. Where is it؟ راحت فين؟ Thank you Tommy. جوني ممكن تهدى شوية؟ أنا لقيت لك حتة دين فكرة. Spirit. أوكي. إحنا هنسدله كل المداخل عشان ما يعرفش يخش غير من الباك دور. كلام ده كويتش. ده بيقول لك ضخم جدا وأضخم من كينج كونج ويعدي في أي حتة. لا مش هيقدر، علشان حوالين الدوار هيكون في رجالة كبير ما عدا الباك دور اللي هتطل عليه أوضة أشلي اللي أنا هكون موجود فيها، وموصي هادرس أول ما يلمحه من بعيد يرمي أي حاجة صغيرة على شباك الأوضة. صح يا هادرس؟ صح. ناخد انا وانت مضربنا بتاعت البيسبول، نقف ورا الباب ونطفي النور. And اول ما يخش نديله بقى فوق وتحت وشمال ويمين وفين يوجعك. نربطه وبكده يبقى بتاعنا. ايه رايك؟ بص هي ليريكلي تمشي بس عمليا I don't think so. جوني ما تقلقش. نضربه يمين في شمال في تحت الحزام في فين يوقعك ونكتف ونكلم 911. اوه ماي جاد. عشان تكمل الكولكشن انت الكبير ولد الكبير قوي. It depends. تشاهد على روحك. ايه كام داون. تحب تموت كيف؟ بص هي اروش موتة موتة ربنا ونعم بالله، بس هنعمله ايه؟ قدر ومكتوب. طب ما ينفعش تنقي لي موتها ما تكون ما بتوجعش. ما بتوجعش؟ ده انا جاي عشان اسمعك وانت بتكاكي من الوجع. اختار شنج ضرب النار. الجل. لا لا
يبقى اتجلد وحدوجهم لك واحده واحده بعد كده. طب ما ينفعش تحذفني من الشباك وتخلص؟ اتشاهد على روحك. ثانيه واحده، دي مش رجوله، ما ينفعش تقتل راجل. اعزل. اعزل ايه وبتاع ايه؟ انا ما فاهمش في الكلام ده. انا جاي اخد بطار وماشي. اه لو في تكافؤ فرص كان زماني مسحت بيك الارض. بتقول ايه؟ يعني كان ممكن اكسبك. تكسبني؟ تكسبني في ايه يا سوس؟ انت اتجنيت؟ في اي حاجه. مورتال كومبات، ستريت فايتر، باليه مائي، بوكس. بوكس؟ انت تكسبني في البوكس؟ ها، انا البس طرحه واقعد في البيت. انا اكسبك وانا مغمض كمان. مغمض؟ اوفر شويه الحته دي. انا ممكن اكسبك بايديا اليمين بس، لان الشمال دي انت مش هتستحملها. وريني وريني وريني. ايه الاجواء الرخيصه دي؟ انت فاكرها سهله ولا ايه؟ مش لازم يكون في حكم وحلبه وجمهور. طب والحاجات دي هنجيبوها منين دلوقت؟ وليه دلوقت؟ ما نستنى اربع شهور نعمل فرق. اربع شهور؟ اتشاهد على روحك. تو دايز، يومين بس. طب ما انت ممكن تهرب. طب بالعقل كده، في عمده ممكن يسيب الكانتري بتاعته ويهرب؟ بتفكر؟ آه لا، تلاقيك قلقان من حكايه الشمال بتاعتي دي. قلقان؟ ماشي، هم يمين والجهات كفنك معاك. الدنيا حر جدي. هو المدرب ده هيتأخر لسه كتير؟ انا ما فاضليش الا يومين، يا دوب اتعلم حركتين بوكسين اي حاجه. ما تقلقش، زمانه جاي. انت متأكد ان الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص، هدرس قال لي ان مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت ايده. هدرس؟ yeah. يا ابل، تسمع كلام واحد ابل؟ جوني، مفيش حل غير كده، خلينا نجرب بقى ونشوف. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. ايه ده؟ ازيك يا حضرة العمدة؟ اهلا وسهلا. ثانية واحدة، حمدي كاتا. طب خد نفسك يا استاذ حمدي، حضرتك جاي من الدلتا ماشي؟ دلتة ايه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطة والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية سنة 67 تحت 18، وبصلح أجهزة كهربائية. أقمر. أقمر إيه؟ أقمر إيه؟ مش أنت اللي بعت لي مع هاجرش عشان عايزني؟ أيوة، يعني هيعوزك في إيه يعني؟ آه ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلاً أنا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل، بيقطع ما بيلقطش على طول. دش يا أستاذ، أنت بتكلم راجل حاصل على الحزام الأسود، أنا جاي أعلمك كاراتيه. هو الحزام الأسود بقى جلد وبتوكة؟ إحنا نهزر؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إمسك، أنا عايز مدرب بوكس. أنا بلا فخر المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني أنا لبستك خلاص، أنت بقيت بالنسبة لي أمر واقع. أنا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس إيه؟ البوكس إيه والكاراتيه إيه؟ ما كله ضرب، وبعدين في النهاية هم عيلة واحدة بس منفذين على بعضيهم. أنت راجل فاكس موت وأنا مش مقتنع بيك ذرة. يا حضرة العمدة ما تقلقش، إن شاء الله هعمل لك شغل فنادق. فنادق؟ ده الكوتش، ده الكوتش، ده الكوتش. إيه بقى، هنبدأ كتات ولا متأسس؟ سامع بيقول إيه؟ سامع بيقول إيه؟ أستاذ حمدي، باختصار أنا عاوز أعرف أسد أي بوكس يجي في وشي. آه فهمني، ما هو أنت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطة، إحنا هننفذها عملي. لفيني باللوكمية في خشم. آه يعني أعمل إيه؟ لفيني باللوكمية في خشمي. مش فاهمك. إديني بالبوكس في وشي. إيه ده، أنت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. إيه؟ ده راجل قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني، ما تخافش، خش عليا جامد كده واديني بالبنية في وشي جامد. انت متأكد؟ ها اضرب. طيب انت واخد بالك من نفسك؟ تمام يعني. يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري 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 سوري، انا اسف، انت اللي قلت لي اضرب. معلش، انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله، والله مش قصدي. حاجة متعودين على كده. معلش، انا مش عاوز كده. مش هو انا العيب من عندي انا. ايه هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت ما استعدتش. بص، احنا هناخد وضع الاستعداد. واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. صحيح انا ما قلتلكش المره اللي فاتت؟ عيب عندك. ها اضرب.
تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. او ماي جاد. دف اسنانه. دف اسنانه. هيز بليدنج. معلش معلش معلش. طب ايه كام ده؟ قوم قوم يا حاج قوم. انا اسف. انت اللي قلت لي. اسكت يا حاج. انت كويس؟ كويس؟ عايز عايز عايز. احنا متعودين على كده. انا عايز عنف بقى. ايه يعني جيسن؟ مش مشكله. طب ادهم له ادهم له ادهم له. تبعك؟ امان امان ادهم له. خايف على ايه يا حاج؟ انا ما يهمكش. بص يا عم ده. انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح. انا عايزك تديها لي عدل مش خطافية. يلا مش مشكلة. يلا توكلنا على الله. استعد. خليك وضع السادر معي. اضرب اضرب اضرب. ايه يا زوني حرام عليك. راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عدل. بتديها له خطافية ليه؟ مات ولا ايه؟ زوني يا جبان. طب خد دول يا حاج. زوني يعني خلاص ده قدري؟ اسيب امريكا واموت في المزاريطه؟ انا عمر ما ده كان طموحي ابدا. انا كان مالي ومال التار والزفت ده كله. بليز فكر فكر في حل. انا بفكر اهو. انت هتمثل قول حاجه عملي. حاجه عملي. اوكي لقيتها. ايه؟ احنا هنخدره يا معلم. يعني تفتكر لو لونها اخضر هيبقى طيب؟ انت هتستعبط. جوني افهمني. هنخدره يعني هنحط له مخدر. مخدر؟ انت ليه الفاظك بقت كده؟ ايه كلام افلام المقولات ده؟ ايه مخدر دي؟ يعني ناس تقول لي عندك كل الاوراق والمستندات هتوديه في داهيه. في ايه؟ جوني افهمني. بص احنا هنحط له منوم قوي جدا في الميه اللي هيشربها في البريك ما بين الجولات. واوعدك انه مع اول بق البغل ده هيبقى بيبي نايم في سريره قدامك. ما توهمتش. ما هزتنيش الفكرة خالص. المشكلة مش مشكلة سم ولا مشكلة مخدر. المشكلة هيشربه ازاي؟ الحاجات دي ما تفوتش على توماس. ساعة اللعبة هخلي هادرس يروح يحط الازازة اللي فيها المخدر مكان الازازة بتاعته. بس جوني ارجوك انت بقى تستحمل لحد اول بريك بس. اوكي ربنا يستر. بس انت تعرف لو الخطة القلشة اللي انت بتقولها من شوية دي فكست هيحصل ايه؟ هموت. او ماي جاد. قلناها في نفس النفس. دي ساين. هموت يا توماس. لا جوني جوني ما تعملش في نفسك كده. اهالي المزاريطة الكرام، اليوم موعدكم مع المباراة التاريخية، المباراة التي لا تقبل الجسم على اثنين والاعمار بيد الله. مباراة التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط. زي الفل. بس انت لازم تعدي الجولة الأولى. هي الجولة قد ايه يا كوتش؟ دي؟ آه اللهم صل على النبي. البوكس البوكس. هو أنا مش متذكر قوي. بوكس؟ آه يعني يا نص يا ربع. يا نص وربع إيه يا حاج بس؟ آه عموما أول الجرس ما يضرب يبقى الجولة خلصت. أنت قلقان من إيه؟ ده مش هياخد من إيدك غلوة. ده أنت فاكس موت. عاش يا وحش. I'm bleeding. اتصرف يا توماس. اوكي بص ما تقلقش هو دلوقتي هيعطش وهيشرب. بص هيشرب ايه عليه هيشرب. عمده يا عمده. ايه 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 قول لي حاجه مفيده. كونه بالشلوط.
صلوط مين يا ابني؟ ده بوكس الله يخرب بيت عادي. وحش وحش. جوني تيك كير بليز. جو جوني جو. مجهود ايه بس ما ترحمنا بقى. ايه ده؟ ده بيشرب. لا يا عم ده هيتف هيتف. بيشرب اهو يا عم صدقني ده بيمضمض بس يا ابني بيشرب. قول والله اي سوير انه بيشرب. بص Thank you.
واي فاي كيف يعني؟ اسبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ أنا ما مصدقش. لا وإيه؟ ده فتح سايبر. يا وقع مربربة، هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا أمريكا. حاجات إيه يا كبير؟ ده محل بتاع نت، يعني شات تلقي، داونلود تلقي، فيسبوك تلقي، لعبة تلقي. لعبت عليكي بطنك يا بعيدة. الناس ناقصة لعب ولا إيه؟ ما ناس ملقحة على القهاوي طول اليوم هتلعب كاستينة وضمنة وبرغوتة. وأنت مالك أنت مال الحاجات دي؟ إيه اللي مفرحك ده؟ يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا إحنا لا؟ البلد كلها تكوم ودوار العمدة دوار الكبير كوم تاني. تعالي يا حبيبتي، تعالي جاري هنا. تعالي. إيه؟ أنا قلت نت إيه؟ مفيش نت. قلت نت إيه؟ مفيش نت والله. صح. نت في المزاريطة؟ لا والله دي حرام. جزرة وقطمها جحش. يا ساتر. السلام عليكم. هي الشاشة، ار يو كريزي؟ أمر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هو دي النت؟ يا yeah. على قديه الساعه بكام عنديكم؟ جاست 1 جنيه. جنيه؟ يا بلاش. طب حس قديه؟ اديني ساعه نجربها. اوكي توماس. يا جهزت ثلاثة. اوكي. Yeah, I come from here. Come. يا عمدي. ناسي جوني. ايه خير؟ ايه تعرف تشغل النت ده؟ اه كنا عملها معاك. ايوه. بسيطة. هيشتغل كده؟ ايه ايه. ثانية واحدة. Hey. What's going on, brother? إيه المشكلة؟ مشكلتي تضحكوا علينا ولا إيه؟ ميتة وأنا قاعد على الجهاز. الساعة قربت تخلص. النت بتاعكم ده ما بيجيش. ما بيجيش طبعًا. هو أوريدي على الجهاز. بص دوس على دي. أها. أها. ده أنت في البوستيري خالص. أه. طب بص ركز معايا. ده اسمه ماوس. أيوه. فار. أيوه. بص بصبعك ده دوس عليه كده. بص أهو. أيوه. فوالا. ايوه ايوه. اعمل ايه بقى؟ بص بص ركز معايا كويس. اعمل زي ما بعمل. ها بس تفرفش كده بقى ليك اكاونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سجوني؟ يعني انا دلوقتي عندي اكونتي على الفيسبوك؟ انا نجحت نجحت. بتأفور ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكونت على الفيسبوك، مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط الصوره ليك وتكلم الناس كلها من كل انحاء العالم يبقوا اصحابك، تشوفهم صوت وصوره وتتكلموا مع بعض. ايه ده؟ إيه؟ رجاله ونسوين؟ سو ويرد. اه رجاله وستات. يا حبيبي يا نت، بس في مشكله. انا ما عنديش صوره. ممكن تصورني؟ يلا شور. ده مفيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ايوه ده الفيسبوك. ايوه حبيبتي يا جولي. حبيبتي بحبك يا جولي. بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معانا. هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك. ما تاخدش فلوس. اللي هي لا بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمده الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπήκε, που αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Η μπάλα πίσω από την ευκαιρία το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο.
που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ που άφησαν δευτερόλεπτα να... الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا اتفضل يا كبير اتفضل اجيب لك ايه ايه الزيطه دي يا دي زويل مين من يلعب مع مين البارسا والانتر كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير جبنا الدريم بوكس ايوه جاي صباح الخير يا كبير صباح الزفت يا دبر النحس معمل الارض لما تلعب انا بتشات يا كبير ما تاجي خد لفه معاي لفت عليك عقرب يا بعيد جابت اجلك ايه يا رجال بقيت اقولكم نتيتي عملت الارض والاشغال ومشيت على كلام الفاضي بتاع جوني ده طيب وعز الجلال الله انت خمام انا نشك ثلاث مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت ولستك سخسليين بس انت بس تعبان قوي مين ده اللي تعبان اللي هجيلكم بالليل وادمركم شوف والليل ده بعيد يا فرحة امك بيه منور يا كبير يا ريتك جاب الذكر بط احسن وكمان خسران واخد على قفاك لا يا كبير مش خسران انا خسرت تجاوله لكن لسه المعركه ما خلصتش جاتك النيله خد يا تعقول خير يا كبير امر جناب ايه واهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي امال ايه يا كبير ده حتى الحريم بيقول يا جعل مزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه بيه ايه يا بو قصدي ان هو عامل لهم ساعتين الصبحيه للحريم وقريب جوا هيفتتح ركن العائلات ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمه دي ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي اوي اوي ثانكس برو على السؤال اتفضل في النص بتاعي يا ساقع البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده والناس مخها تخن واحنا ما ناقصينش قصدك مخها كبر برو احنا في 2010 يعني النت بقى من اساسيات الحياه زي الاكل زي الشرب زي السوشي زي التان ما طول عمرنا عايشين من غير زفت ده الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنتد دلوك بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك ثانيه واحده ده انت غلبان جدي الكبير قوي ملوش علاقه بالنت داد كان خاربها 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 بوه حتى الكبير قوي طلع نتيت نتيت ده كان نتيت وعطيت بقول لك كان خاربها برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقه بالنت الام اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجه عن النت مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لاهل بيتك انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش اخرس انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه بس كويت انا اياك كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي نت بيتي وفي اوضتي وعلى سريري كمان يا ولد علي قلتي قلتي هلطقي اخر مره يا كبير ما هعملش كده تاني وحياه راس ابوي قسما عظما يا هديه لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لان مكسر البيت كله على نفوخ سيد سفت تعالي حد شافك وانت جاي لا وطي صوتك وطي صوتك ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب واحد حاضر يا كبير انت جيت يا كبير ايوه جيت احضر لك العشاء لا لا واكل واكل خشي نام انت طيب يا كبير ايوه عم بتعمل ايه عم بتمرن طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر قلت لك طافح طافح خش نامي طيب يا كبير احضر لك الحمام يحضروا كفنك يا بعيده يحضروا كفنك بعيده فين المخفي ده انت فين يا سوف انا هنا قدامي قدامي
اسمع يا انت، اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوقتي لازم أن يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا لا بس يا دي عشان تفضحنا. أنا كنت عاوز أتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي. بس كده؟ بس وجعت قلبي. أقعد أقعد يا كبير، دي حاجة بسيطة. أمال إيه الدخلة اللي مطينة الطين دي؟ أقعد أقعد، دي حاجة بسيطة قوي. رايح فين يا مخبل؟ أمسك أمسك أقعد هنا. هو أنا غلطت في حاجة يا كبير؟ لا سمح الله. ده كرسي كبير يا هتير. أقعد علمني. طب أمال فين الجهاز اللي هنشتغله عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش. به 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 به، إيه الحلاوة دي يا كبير؟ الله، وده إيه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا نهزره سوا، انت مال اهلك؟ ما تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة اجزاء، لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد، الشاشة والفارة، ويطلق عليها ايضا الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقة او الباور، وهنا هننتظر لحظات صغيرة الى ان يبدأ التحميل او اللودينج. وعندما يبدأ اللودينج ننتظر قليلا الى ان يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ اكس بي او الويندوز. فاهم يا كبير؟ يا وجع مربربة. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكم تقطعوا بعض، عاوز فحت، ريل فحت. انجوي. Enemies left. I hear them. I heard them. انقر انقر انقر. ايه يا مخبل انت؟ شايفني فروج يا شمرطة قاعدة قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، انا قصدي انقر الايقوني. ولا عارف اكل ده الايقوني. لا يا كبير، انت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك؟ دبل كليك. ها يلا. ها شطور يا شطور يا كبير شطور. شطورة اللي ما عندكش تمييز كبير المزاريطة يتقال له شطورة. يا كبير يا كبير، انت عارف كل حاجة لوحدك. بص الإجابة ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها. يلا يلا قول لي الماوس رايح فين. يلا فاجئني، قول لي الماوس رايح فين. أقول لك فين ولا تزعل شي؟ مالك يا عم تتلوك في القرموط في المي؟ ليه عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، أنا فاهم دماغك صح. أنت محتاج معاملة خاصة، أنت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، أنت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو. يا رب بارك 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 ويزيدو. خدي يا بوي تضربني بالسكينة يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابد لي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقة. طب وتضربني بالسكينة ليه؟ بتتمهزك بيا؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فلفل حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. ادي كم كام؟ 2-2. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا بينا يا اسماعيل. حاسب يا اسماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الظهر. اما من الظهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبله يد، اضرب القنبله يد يد. خيانه خيانه يا رجاله.
ايش يا نجاتي؟ عامل لي فيها الفتك كنجاتي؟ كل عمرك غداري ونادي. غدار انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابن انت؟ انت مدلف البطولة ايه؟ ولا حاجة. صوت العالي الدولي. الصوت والذوق يا فواز. ما تكسرش يا فواز. ايه يا رجالة؟ حسكوا هيعلى بدواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عال رجالة بشنباتي عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك؟ طول عمركم حبايب واخوات. ايه يا نجاتي؟ نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون عضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك التارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفلة بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده يا رب تبارك 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 وتزيده رست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي يلا انا عارفك غلط روح حب على راسك. يلا يا فواز حقك علي يا فواز أنا غلطت في حقك وسائل اللي يجراني عارف يا فواز أنا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير أكل ما قلش كده يا نجاتي عارف أنت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد لا فواز نجاتي يا سلام يا أولاد أنا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا وعلى رأي المثل ما محبة إلا بعد غباوة أيوة صح يا نجاتي أنت غبي كله من المدعوق اللي اسمه النت دي من النهاردة مفيش نت في المزاريطة فجوسة وقطمها جحش أيوة وعلى رأي الشاعر إيه أوه لو سألوني بينا رجالة بينا رجالة تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع؟ يا جماعة المكان اللي اتدمر ايه؟ وإذا في ماشي؟ لفهلة نزتة؟ نقفها ميسي 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 وجون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطالة في المديق مين؟ أنا جابر يا كبير أنا نايم يا جابر نايم أنا نايم بس دي امر مهم قوي يا كبير عم قدلالك يا حبيب موضوع ما يستناش يا كبير انطر عاد قلت لك بعدين يا اخي راجل تبت تعالوا لي بقى ده انا حشيلكم الطين جوماني عاد ما سكتش قلت لهم الشغل بالمرجع عادي ما ينفعنيش ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير انت راجل كبير صح لكن عصب بلك انت انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب جاني حمزه وقال لي ايه حاجه غريبه قوي 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 ايه حاجه غريبه قوي 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 دي قال لي انهم لقيوا خزنه خزنه قديمه قوي من ايام المرحوم الكبير قوي ورثها عن جدود جدود جدوده وبعدين وهم بينفضوا الخزنه كان عليها تراب ياما التراب ده دخل في نقاشيشي قوم ايه عم جابر عم جابر انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح ليه بليز بليز اثر فين الخزنه دي في المخزن حلو قوي انت الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجي لك حالا يحطوها في البوبي وندرفول زي ما اتفقنا يا كبير كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا توكلنا على الله اهدى بحبك يا كوكي وبوسه كمان الكبير قوي كوكي دي القيامه قامت يا اولاد وإن كوكي ده اسم بلدي قوي أنا معاكو بص خلي ده من نصيبك أنت يعني ما مش عايزه لا حول ولا قوة إلا بالله إيه ده؟ كل
ولدي عقد جواز باسم الكبير قوي. ده عقد باسم سناء عبيد السيد. بنت عبيد السيد. ايوه. وده باسم نبوية حامد ابو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت لتنجس. بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله. وعرفت كيف؟ سوبر باور. ولسه الله يخرب مطامك يا كبير، ما فيش واحدة في البلد لما حطيت عليها داد. بابا 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 بابا. الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء لن أنساك. حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص هو ماليش على الحكاية دي بصراحة. يوردات كنزير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده للزيريات. الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير، يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان. الله يكشفك يا بوي. اهدى. هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ماني عارف يا هتير انت ان صندوق حديد. هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه، ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب ما نمشي زي القواعد ما بتقول. مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. 8 قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. انك صعل عليه. هات يا عم. 8 نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسيوا الأساس. دلول الأساس ما كان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط حاجة مخول. نقط وخطوط، نقط وخطوط. بس أنا فهمت. إيه؟ ده سحر. سحر كيف؟ سحر. ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي. معروفة، الراجل اللي بيطلع الفروجة من تحت باطه ويطلع الأرنب من البرنيطي. لا مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه إلا ما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا ولية؟ لأن تلبسه على آخر الليل. الله أكبر الله أكبر. بعيد بعيد سمحوه ما يعرفش. حسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمة زينة قوليها ما عندكش تكتمة. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق. أنا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. خيارة وقطمها جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. دلول الأساس مكان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. أنا بقى حاسة إن الحل في الثلاث كلمات اللي مكتوبين باللغة الغريبة دي. اكسكيوز مي، يعني أنت عايزة تقولي لي إن الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ أيوة طبعا. أمال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عبارة عن إيه؟ ماركة الصندوق؟ لا لا بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عبارة عن يعني جنب باب الشقة، تحت سجادة السفرة، الشنطة اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجملة الاخرين اللي انت بتقوليها دي 4 كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفة بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجة. اي جاري في ايه؟ لقيت حل اللغز.
بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقة التعمدية بين السطح والأساس. السطح هو سطح البيت ده، والأساس هو أرض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا إن في البيت ده فيه أربع أركان بأربع نقط، وفي المزاريطة كلها أربع أركان بأربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمة بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان أماكن مختلفة. الثمان أماكن مختلفة في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعة مع أي خطوط تانية، لكن لو إحنا مدينا خطوط متقاطعة معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطة دي. والكلمة الوحيدة اللي محدش أخد باله منها في اللغز ده هي حارت ودارت. هي إيه؟ حارت يعني إيه حارت ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. أنا حسبت لقيت إن الشروق بيخرج من النقطة دي والغروب بيخرج من النقطة المعاكسة ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي إن الخط ده ما بينقطعش غير مع خط واحد في نقطة محددة قوي، وهي النقطة دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا أخي، ده الكلام اللي في الصندوق أسهل كتير. جوني ما تقوليش إن أنت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح إن الهري اللي أنت هريته من شوية ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way. No way المفتاح يكون هنا. جوني أنا حاسبها قدامك أربع مرات. بص أمشور المفتاح هنا. توماس أنا العمدة. ما ينفعش أبقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلها هيبقى weird. لا ما تخافش، إحنا مش هنحفر هنا، إحنا هنحفر جوه. Are you crazy؟ الناس جوه عيانة. شوف شوف الراجل بيموت أهو أهو. نعمله زي دست ودوشة، أنت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشكك في عمل شيطاني زي ده. جوني كامون، المفتاح جوه. جوني ايه دمال يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربره بدي؟ هو الشيخ شديد ده اتاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم ولا ايه؟ مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهدى يا كبير. شوف تعرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده جدي الكبير خالص، وهو عمّن يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين، وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أني قنقف. قول اللغز بيقول إيه. بقول لك ثمان نقط وبينهم خطوط. كل نقطة منهم. انت حتروش يا شيخ. موها كمل. ثمان نقط وبينهم خطوط. والحل فوق سطحهم موجود. حارت ودارت فيهم الناس. بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. موها. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفك لنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وهيفضل ممدود لحد ما يقول الاوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وهنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه. وهنعرفه كيف؟ نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا راجل يا مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينا يبقى مرن طافح. نركز بقى شوية مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي هسيبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركة اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير
ما نتقابلش غير في الشغل وبس. ما فيش مرة تعمل لهم فجأة وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى شد، انت فاهم خير. انت بعتالي في حاجة؟ انت مزعل الناس الحلوة دي منك ليه؟ مفيش عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل اللي دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني، ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبة؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبة يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كبارة وما تفرقش معاه المبالغ التافهة دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا تلاتة. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا اشده. وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمرة، ما احنا اصحاب برضو. الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضو عم جديد. وانا اقدر برضو يا سمرة، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس. اشده ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام اشده. مع السلامة يا سمرة. ها ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصتلك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كان يوماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك كان هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعة 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول. وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، انا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك. بس انت متأكد يعني ان الصندوق هينفتح وحنون للمراد؟ حي حي، حتنون المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنت الساعة 12. طب يعني اعمل ايه؟ فضل حجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفارة ولا غبارة، وانت عارف عندي حساسية. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعمليها اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن ال زي الزفت. على فكره بقى انا توصلت لحاجه، مش خط التقاطع ده كان موديين على نقطه؟ النقطه دي هي نقطه الشرطه. هو انت مصمم تودينا اي داهيه وخلاص؟ مش مكفيك ان العنبر كله دخل العنايه المركزه بسببنا؟ انا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرج ده، وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش اوعى. معلش، مش انا قلت لكم يا جماعه ان اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. انا بقى متاكده ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الهيروغليفيه دي. ووصلت الحاجه؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس 3 أو 4 رموز كده هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصهم. محروق السحر على الشعوذه على شورتك يا فتايه. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها عارفه والحكومه عارفه. وانا ايش عرفني يا كبير؟ فين زفت الصندوق ده؟ اهو الصندوق اهو يا كبير. هكسره. كسر ايه يا مجنون؟ سيب مش من حقك. آه بس فهمت. فهمت إيه يا جحش أنت؟ اللغز الثمان نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من أسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس، وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. صدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحتة اللي فوق
والاساس هو الحته اللي تحت. اكزاكتلي. طب وايه موضوع دلول الاساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمه كده بتتقال في الاخر عشان الناس تتوهم ويبقى في جو سسبنس. اقعد افتي اقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاما من عمري وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ ولكن ليست هذه هي كل الثروة التي تركتها. الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي وانا اخد الاتنين جنيه ده. هم يعملوا كام يا توماس؟ 2500. لا لا خليهم لك. بس انا حلفت الحروف اللي ناقصة. صنع في الصين؟ صنع في الصين؟ أنا سيدي يا جون. جاي الكرام معنا اليوم. استنى يا جوني ظهرني في حاجة مهمة. I adore this film. سو شفته أكثر من 100 مرة ولسه لغاية دلوقتي ما زهقتش منه. توماس! Are you crazy؟ جوني سوري أنت مش مقدر حجم المسؤولية اللي أنت بقيت فيها. Easy man. تقدر تقولي أنت بالك قد إيه يا عمدة؟ يعني like حبة حلوين. اوكي الحبة الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ nothing. كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس. اوكي I'm sorry. من النهارده هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان. happy. come on. البلد فين؟ اه صح البلد. انت نسيت ان انت عمدة؟ نسيت ان العمدة ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته اتواصل معاه شويه؟ سيب الموضوع ده عليا. انا عندي الحل. spirit man. الميديا. الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله. انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبة اللي عاملاها في الناس ده؟ حتى هنا في مصر الميديا عاملة شغل جامد قوي. عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك، عارف اتباع منه كام قطعة؟ 2 مليون قطعة ومضروبين. ده المزريطة لوحدها شارية ولا 10,000 قطعة. اوكي طب يو نو ان الدمبلز الثلاثة كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجلة؟ عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا السهر. يعني انت عايز نعمل فيلم؟ واو انا بطل يا جوني. اوكي بطل ايه وفيلم ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناة المزاريتا تشانل جول مش كده؟ الفكرة دي جامدة جدا. بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس، لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب يعني اعلانات سبونسرز. انا موافق بس خلي الموضوع سيكريت عن يمين بالله. العيال دي عم تطبخ في حاجه ادينهم سابوه على الحال ده. ود 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 ود. طب واحنا مالنا؟ ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي. خلينا في حالنا يا كبير. بص يا جوني تعالى توماس. بص اللوك ده كويس بس ده احسن، حاسه اوريجينال اكتر صح؟ ثانية واحدة. رايت. بصراحة يا جماعة انا عاجبني اللوجو الاولاني. بس اللوجو الاولاني يا جوني حاساه عادي يعني مش التاني احسن بكتير على فكرة. ايه ده؟ انتوا مالكم؟ انت طلعت بره الموضوع خالص. وانت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا صاحب القناة. انت شغال فيها، اعرف حجمك يا توماس. انا ممكن ادمرك. اوكي كام داون، الحكايه مش مستاهله. بعدين احنا اتفقنا من الاول اي حاجه ليها علاقه بالستايل والفاشن. اوكي اشلي عملتي ايه مع شركه الستلايت؟ هم لسه باعتين ايميل حالا بيقولوا فيه ان الدفعه الاولى وصلتهم من البنك بتاعهم والتردد بتاعنا اتحجز. جريت كده يبقى ابتدينا بجد. كده مش فاضل غير هدرس يجيب التصريح اللي بقى لها اسبوعين واقفه. مش فاهم انا ليه هم معطلنا. التصريح وصلت. شفتي كم مهندس كيف؟ كان داخل صوتك في البهيمة. عندك حق يا كبير، بينهم مرقدين على مصيبة.
بس انت عارف قرار الموضوع ده تلقاه كيف؟ كيف؟ انا اقول لك. ها انت جهاد فوق. انتوا اقول ايه يعني؟ ماني وقت تعترف. عليا اهلا اهلا يا كبير، خطا عزيز، انا ورد المخزن. افلم عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي مشويه هيجر. اديله قديه؟ لا مش كتير، اديله ساعتين زمن دلوقتي. باه قديه هيموت طالعه من الميه هدير. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموتها هيأثر فينا. ادرس تعال يا ادرس. ما تخافش انا مش هزيك. انا لو عاوز ازيك هزيك، انا مش عاوز. انت عاوز؟ احب على قدك يا كبير، مش عاوز. زين قول يا ادرس. اقول ايه؟ الناس دي هذيلها ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس اقول ايه وانا اقول على طول. باه وانت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلتليش. انا اقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول. دلوقتي جوني وجماعته عم يطبخوا في حاده بقالهم شوي. ايه هي؟ حاده؟ تفتكر ايه هي؟ الظاهر ان صحتك جت على الميه وجو المصايف يا هدرس. فزاع! امر جلابك! اقول 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 اقول. قناه. سيدوني هيعملوا قناه، عتاجي على التلفزيون. قناه ويطلع التلفزيون والحاجات دي، ها؟ اسمع يا هدرس. لو فتحت خشمك بكلمة واحدة أخلي أكبر حتة في قدك ده، ولا ليه؟ أنا هديك عينة مؤقتك ده عشان تفكر مليون مرة قبل ما تفتح خشمك. يا أشرف قوم يا كبير. اعمل الصح. تعمل يا كبير. بلاش الصح يا كبير، بلاش الصح يا كبير. اعمل لي قناة اعمل لي عشرة. يعني هنعمل ايه يا كبير؟ ندهل الواد بسيوني ساد ده تعدش وحصلني على الدوار. امر جلابك. اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. أؤمر يا كبير. انا عاوز اطلع في التلفزيون. كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ امثل كيف يا جاموسه؟ ما تستغباش. انا عاوز يبقى لي قناه كيف القنوات اللي بتجي على الدش دي. بسيطه يا كبير. بسيطه كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك. هتطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي. وكده القناة هتاجي في التلفزيون؟ هتاجي يا كبير، والمزاريتك كلتها هتشوفها. حق هاد يا بسيوني، لو عملتها هيبقى لك الحلاوة. عيب يا كبير، ده انا بسيوني ساد اللي دخلت الاوروبي واجي يجيب لي. انت هتتنطط ياد ولا ايه؟ قصروا. الموضوع ده هياخد في يدك قد ايه؟ اسبوعين بكثيرة، وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير. اللهم صلي على النبي. اسمع ياد، الموضوع ده لازم أن يتم كتيمي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضه همسكك السلك عريان.